لكني أذكر موقف قديم. نعم. ولا أدري أنا قلته بعد ولا لا، والله ما عاد نسيت. لا كده ما يخالف. ذيك الأيام في أيام دخنة، أيام دخنة قبل الطويلة، يمكن الواحد في ثالث في رابع ابتدائي، كنا في الحارة بس كنا لحمة واحدة، كنا يد واحدة، يعني المجموعة كلهم يد واحدة ما فيه، فمع بعضنا نلعب مع بعض وروحاتنا مع بعض، وكان في بساطة طبعا ميب الآن شغلنا، يعني نطلع طلعتنا للشارع وروحاتنا كان فيها نوع من البساطة والتساهل، وكان الله سبحانه وتعالى الحافظ لنا ولا والله علوم. الله أكبر. فيوم من الأيام وحنا جالسين نلعب أظنه مصاقيل. مصاقيل. الله الله. ترى كنت فنان في المصاقيل. أنا لا أرى أنك تشتغل حتى نختصر، هذا وقتها الحين تشغلني وأنا على الهواء. أسلم. المهم يوم دريت يوم صرخت واحدة من البنات يا أخي سكتناك وراك اشتغلت اليوم أنت مسوي لنا قلق. أي أيوة والله شلون تو جديد. المهم التفتنا وإلى واحدة من بنات الجيران ورجال قال انت ذا لاحقها ما هو بيسرقها، ظهر بياخذ الذهب اللي معها أو ال قال لا الرجال انا الحرام انا حقول وننطلق كلنا. والله يا جماعه الخير ينطلقنا وراه نصغار، لكن اللي ماخذ له حصات واللي ماخذ له قوطي واللي معه المهم كل واحد معه شيء شايله سلحين وراه. طبعا هو مو بصغير ولا هو بكبير لكنه سريع وحنا وراه. ايوه والله اني اشوف الحصى يدبج في ظهره وقعين وحلو شغلنا ما فيه يعني هذا وزدوب فيه دوب فيه وطاق جاء شيء ورح للشارع. طبعا الشارع قريب وعلى سرعته وحنا وراه. يوم وصل البقالة ولها بطلعة باكستاني لا ما امسكه طلع مسكين ما درى عنه دوب فيه. والله يا الباكستاني طاير هناك الباكستاني طار والباكستاني تعرفون قوي ما شاء الله. ويكمل ونجي على البرحة اللي في دخنه اللي شمال المحكمة. نعم. كان فيه برحة بخشة كانت والبخشة هذه إذا قطعها وراح منها يروح للخياطين اللي بقوا بعد ما قضوا ذيك المنطقة بس خلوا الخياطين كانوا باقين في. نعم. راح بين السيارات كانت مواقف وحنا وراه نرجع ما نرجع لا نبراجع خلنا نكمل سبحان الله ومرنا الله وكملنا. ويدخل هو مع الفتحة من عند الخياطين ويزبل له عند خياط. قال الخياط جينا ولا هذا عنده قال الخياط أنا ما علمك يقول ما علمك اطلع لو سمحت ما لي دخل ولا جاي كلنا مجموعة. هو سرق ذا ها سرق شيء لا ما مداه بس أنا قال كتبنا بين عيون الحين قال انت ذا ويزعقت ونمسك. تخيل احنا كبار كل الحارة عليه لكن ايه لكن يجي لنا 9 او 10 ماركم يا ابو عبد المحسن تقريبا والله يمكن 10 11 10 11 ما ندري يعني ما احنا بكبار لا بس معنا اثنين لا اكبر منا يمكن انهم في 15 هو يمكننا في 40 40 45 15 ايه معنا 2 و3 كلهم 15 وفوق. الو نسحبه ونجيبه للحاره اي والله والله اني هوجس احيانا اقول شلون هو اللي ما يعني فك عمره لا المقتدي دليل اي سمح اي والله. يوم جاء في الحاره ولا واحد الله يذكره بالخير معه غرشتين بيبسي تذكر من اول عشان تروح تجيبه البيبسي تاخذ معك قديمه وتجيبها جديده. نعم. فهو الله يذكر بالخير عنده يعني صرقعه حبتين فهو من الفرحه اننا مسكناه دل يقول يعني يتراقص لا 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 اذنه انكسرت جاء هذا بيجلس وحط القزازه تحته. اوه اي والله وركضنا على طول الدف في القزازه ويقعد هو يا سلام فكها الله
ولا قزازه حاده حاده اي والله لا كسره. جت الشرطه يوم جت الشرطه وشالوه وودوه عاد الموقف الصعب يوم خذوني للشرطه اول مره ياخذوني للشرطه. ولا في ملازم الله يذكره بالخير يوم دخلوا اثنين خذوا الثلاثه اللي يعني طلاق طلقين اللسان اللي اكثر طلاقه في اللسان ايه. فيوم عدابهم الملازم وقال بيدع علي كذا ردني انا اول واحد. قال وش اللي صار؟ صار كيت 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 كيت. نادى الثاني ايش صار؟ قال صار كيت كيت. ولا نفس الكلام. قاموا جابوا البنيه وصفوهم صفوا سته او سبعه وهو من بينهم قالوا وينه؟ قالت هذا هو. يوم والله ظهر ما كملنا انسجن ما كملنا اسبوع انا ابيع في الديره ذيك الايام طلع والى عين حميده قدامي اعوذ بالله طلع والله طقتني الروعه لو شافني لحالك يعني بيطقني مو مخليني ود اللي يتصدد لا تصدد لا يشوفني اتصدد ايه شافني بس هو عرفني سكت ما عرفني لان احنا في ليل يوم شبه ما ادري والله ايوه لكن سبحان الله فكني الله ما هو بعارف ما يدري من هو بيده ابو عبد الحسين والله ما يدري من هو بيده لكنه قعدنا والله حول اسبوع وهو الى مر ولا على اعصابي الين يعدي لا يدبجني الحين في هذا الحال لا والله قاويه ولا هذا يعني من المواقف الصعبه اللي مرت علينا